امام المحطة التوجيهي اللي تم المصادقة عليها بتاريخ 25/8/2016. المرحلة الثالثة تم بطاقة المشروع التعاقدية تم المصادقة عليها بتاريخ 28/4/2017. المرحلة الرابعة هي مرحلة اللجنة المركزية للتتبع، وهذه المرحلة اللجنة المركزية ما تستعدش هكا يعني عفويا بصفة عفوية، لكن هناك قوانين اللي كتنظمنا أننا خصنا لازم نتبعوا مجموعة ديال المراحل، لأن الوثائق اللي كتوضع أمام الإخوان ديال الأمانة العامة للحكومة لازم كتكون كتضمن هذه المحاضر ديال اللجنة المركزية للتتبع اللي كانت على مستوى وزارة إعداد الثروة الوطني والتعليم والإسكان وسياسة المدينة وبحضور السيد الرئيس ورؤساء المعنيين وجماعات أخرى. هناك بعد ذلك بعد أن حضر جميع المتدخلين وجميع المصالح الخارجية جميع المصالح المركزية في الرباط، قمنا بإحالة الملف بعد إدخال التعديلات اللي جات بها هذيك اللجنة، قمنا بإرسال الملف لمصالح العمالة آنذاك ترأس السيد العامل اللجنة التقنية يعني المحلية واللي تتبع والذي كانت تمت المصادقة عليها بتاريخ 13/2018. نتجات عندك اللجنة المركزية يعني اللجنة المحلية مجموعة من الملاحظات تم إدماجها بعد ما كان التشاور مع المصالح المركزية، وقمنا بعد ذلك بإحالة الملف لهذه المرحلة، هي مرحلة المشاورات اللي حنا دابا مطالبين أننا نحترموا فيها مجموعة من الأبجديات والأدبيات اللي كتعني أننا خصنا عندنا 3 شهور من تاريخ الإحالة ديال الملف على المجلس أنه يقوم في خلال دورة ديال المجلس بإدلاء دلوية حول هذا المخطط التوجيهي. كانت مجموعة من الاجتماعات على مستوى يعني جماعة مع إخوان ديال التعمير مع المصلحة ديال التعمير، والحمد لله توجت يعني مجموعة الخلاصات اللي يمكن أن نناقشهم في الآخر، وعند مجمعهم هذا كيبقى ديما مشروع ديالنا كاملين اللي خصنا نحركوا فيه بإيجابية ونعطيو كاملين يعني داك التصور اللي كنشوفوا فيه المدينة اللي غادي عطينا 25 سنة تاريخ المصادقة عليه بجريدة رسمية. هنا أنا اللي بغيت نوصل الإخوان اللي هما متبعين معنا باش نعرفوا حتى في المسألة ديال ما لهم وما عليهم في هذه المرحلة. عندنا إن شاء الله نخرجوا بمجموعة الملاحظات. يلزم على السيد الرئيس موافاة محضر والتقرير ديال الدولة ديال الدورة تحت إشراف السيد العامل مصالح الوزارة المالية، اللي بدورها أنها كتأخذ هذاك المحضر بالتوصيات اللي جات به وكتقوم بإحالة على واحد لجنة التتبع بالوزارة ديالنا الوصية، وكندرسوا يعني ملاحظة بملاحظة، وكنعطيو ديك الساعات مكتب الدراسات باش يدخل التعديلات. هادشي بحضور الجماعة، ما يمكنش أننا ناخذ حتى شي حاجة ما كانتش معنا فيها الجماعة، لازم خصها تكون معنا مواكبة معنا في هاد الاجتماعات. يعني ملي كنقول الجماعة السيد الرئيس والإخوان الطاقم المرافق له، لأن حنا ديك الساعات كنطلعوا كاملين في إطار واحد الاجتماع تنسيقي مع مصالح العمالة اللي كنشكروا على الدعم اللي كتقوم به في هذا المجال، كنكونوا كاملين كناخذوا الدفعات ديالنا في هاد الملف. حتى لو أطيل هذه هي المصادر القانونية، كل فوا كندخلوا التعديلات كتكون عندنا واحد الملكية تبريرية من طرف السيد الوزير، كيكون عندنا ملف اللي كيضم هذا التقرير التشخيصي والخرائط المرافقة له، وكيكون عندنا المرسوم اللي كيسنيه السيد الوزير وكيسنيه بالعطف كل وزارة التجهيز، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الفلاحة. هذه كلها نقاط خصنا نحترموها اللي كيتمكن أن الأمانة العامة للحكومة كيدمجوا في جريدة رسمية وكيتم المصادقة عليه بصفة رسمية. أنا ذاك كتبقى عندنا المدة ديال 25 سنة اللي هي الالتزامية ديال التنفيذ ديالو ومطابقة جميع ما جات في التوصيات ديالو على أرض الواقع، لأن لا يمكن أننا نتعاملوا بأن الوثيقة أننا نعمل عليها كامل ما نخالفوها، وإلا أن يكون عندنا، لأن الآلة هي آلية ديال التخطيط المتناسق المندمج بين جميع القطاعات. لما تنتكلموا على آلية ديال التنسيق بين جميع القطاعات، يعني كل قطاع على حدة خدا هذه الدراسة وعطى البرامج ديالو والمشاريع اللي كيشوفها أنها خصها تكون داخلة في المنطقة وفق واحد الرؤية مندمجة ومتناسقة. إذا سمحت السيد الرئيس أنني ندوخ ونحاول ندوز المخطط التوجيهي مجال الدراسة هي 334 كيلومتر مربع. عدد السكان المعنية هي 160,000 نسمة. صاحب المشروع هو الوكالة الحضرية لتطوان ومكتب الدراسات بالبيت ونجيب الكبار. في البداية لما كنا في التقرير التشخيصي والتحليلي لهذه الدراسة، قمنا يعني بجمع مجموعة من المعطيات من إخواننا ديال جميع القطاعات
قطاع سكننا سكننا اليوم، وشفنا على ان هناك مجموعه ديال التفاهمات وديال الاختلافات والاكراهات اللي كانت جعلتنا اننا نعطيو واحد الكونداكسيون اللي كيمتد على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. هاد المساله اللي كانت كتنتج دم، يعني نعرفوا شنو متوسط معدل النمو السنوي ديال الجهه على مستوى الجهه. هاد الاقليم كيمتاز واحد الامكانيات اللي هي كبيره، هناك سكان الاقليم 431 476 نسمه. هذا الشيء كناخذوا هذه المعطيات على اساس كنديروا مقاربه بين سنه 2014. من حيث النشاط الاقتصادي، هناك الفلاحه والصيد الساحلي والحالات الصناعيه، وهناك انتاج فلاحي مهم ومتنوع من خلال يعني انتاج الشمندر قصب السكر والخضر والذور الارضي. هناك الحبوب تاتي في المرتبه الاولى ضمن المحاصيل الزراعيه، ويجب العمل على تطوير المحاصيل العلفيه والقش في المناطق السكويه. اما فيما يخص الاغنام والابقار فنصف عدد الماشيه متواجد في هذه الجهه ديال درجه طلائع الحسين. اما على المستوى الاقليمي فيعتبر مجال ساحل العرائش هو مجال ينتمي الى منطقه في طور التحول، ويتميز بتفاوتات التنميه. هناك قطب العرائش الكبير، القصر الكبير الذي يجب تقويته، وهناك الساحل الذي يعيش مشاريع كبرى مهيئة لا يجب إدماجه. المشاريع المهيئة تنتمي لمجال التدخل، وهي منتجع الشرقي ديكسوس، مشروع القطاع السائل الحمد لله أعطت انطلاقة ديالو مؤخرا على صاحب الجبل المصري الله انطلاقة ديالو، مشروع تقوية المنطقة الفلاحية ديالو. من حوالي 12,000 طن في السنة، هذا ما يمشي التنمية داخل المدينة. أما بالنسبة لقطاع السياحة فهي تتميز بمؤهلات كبيرة يجب العمل على استغلالها. هناك موقع استراتيجي على الساحل، شواطئ ساسعة وكتبة رملية، غابة الفيدين والبلور، مدن عتيقة متهالكة يجب أن تحتوي على معالم حتى يجب الاعتناء بها. وسط المدينة يعرف الهندسة الموريسكية مواقع أثرية وتاريخية من بينها موقع ليكسوس. هناك لزاما علينا مع ما كنشوفوا هاد المؤهلات اللي عندنا، كان خصنا نشوفوا أن شنو العوائق وكيفاش خصنا نخرجوا منها. هناك ضرورة حد من العوائق والعجز في الحياة الوطنية، نقص المرافق الاجتماعية، هناك جميع المصالح الخارجية، وعطاونا برامج العمل ديالهم على المستوى المركزي. دمجناها داخل هذا التصميم المديري، مما انتج عنده واحد المجموعه ديال المشاريع مهيكله. بعد ذلك جينا يعني على المستوى المحلي، ناقشنا مع اهلك كما تقولوا، اهلك هما اللي كيعرفوا المشاكل الحقيقيه ديال الجماعه ديال مجال التدخل، واعطاونا مجموعه ديال المشاريع اللي مشانها انها لترفع الجاذبيه ديال المجال. وقمنا بادماجها بعد المشاورات ديال اللجنه المركزيه. يعني جميع هذه المشاريع اللي عندنا ولا التقييم ديالها ولا يعني المستحقات الماليه ديالها كلها كانت بمشاورات مع اصحاب القطاع. يعني هذه نوصلوا حنا واحد المشروع ان شاء الله اللي نقولوا هذه التكلفه الماليه لكل مشروع والمده الزمنيه اللي نقدروا ننجزوا فيها هذا المشروع. من بين التوجهات الاساسيه هناك تعزيز قدرات تعبئه الموارد المائيه وتامين التزويد وحمايه جوده الماء والقايه من الفيضانات، وضع رؤيه شامله ومتماسكه لدى المشاريع التهيئه في طور الانجاز والتي توسيع التسريع على المجال، اضافه مشاريع القرى التنميه الساكنه من الخدمات الاساسيه في المشاريع الكبرى المبرمجه، معالجه العجز في مجال السكن والتجهيزات، التحكم في التوسعات العمرانيه للعرائش والمركزين المجاورين، ادماج دوائر القرويه من خلال تحسين ظروف الهوش اليها، واستعمال يعني ادماج مجموعه من المرافق العموميه من اجل الخدمات الاساسيه. بالنسبه لتوجهات التهيئه، هناك الحفاظ وتعزيز الاطار الطبيعي. في هذا المجال يجب حمايه الموارد المائيه، التنوع البيولوجي الحفاظ عليه، يعني مناطق الطبق والغابات، حمايه وتعزيز الساحل، حمايه المدار السفوي ومكافحه التلوث، وتدمير المقالع والحفاظ على المناطق الطبيعيه والوقايه من المخاطر. اما في باب تحسين جاذبيه المجال،
وتدعيم الأنشطة بالأساسية كالفلاحة الصيد، تدعيم تنمية القطاعات الجديدة من سياحة وصناعة، تدعيم التنمية الثقافية، خلق مناطق للأنشطة، تقوية البنية التحتية، إنشاء الجهات المهيكلة، وتقوية التكوين المهني. أما في باب رد على الطلب الاجتماعي، فيجب تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحسين الولوج إلى السكن، وتحسين النقل الجماعي، والقضاء على أحياء الصفيح، ومعالجة المباني الآيلة للسكون، وإعادة هيكلة قطاعات السكن غير اللائق، وإعادة هيكلة الدواوي. أما في باب التحكم في التنمية المجالية، فيجب حماية المدينة العتيقة والتراث، وحماية موقع الأثر الليكسوس، وتجديد الأنسجة الحضرية، وتعزيز تجزئة المصادق عليها، وإدماج العملية الجديدة للتهيئة، ويجب تنمية المراكز الجديدة. في الأخير يجب إنشاء الشبكة الخضراء. دور الإشارة أن مادة دراسة للنقل والتنقل لمدينة العريش، سواء لمواكبتها للمنظومة المحلية والقرى الحضرية للعريش والزا. هناك يجب تحديد أولوية العمل على البقع الفقيرة ونقص التجهيز، وتعزيز وتحسين جودة البنية في المدينة، وكذا تقوية البرنامج والتكيف مع مواقع مناطق الأنشطة. بالنسبة للنقل والتنقل، يجب خلق روابط بين المدينة والواجهة الأطلسية والواجهة النهرية. يجب حماية وسط المدينة من حركة العبور، وتقوية الروابط العرضية من السيارات الخاصة، وتقوية الطريق الوطني كمحور لحركة المرور والنقل، وتسمية الطريق المجاور بمحاور متوازية مخصصة للنقل الجماعي وكذلك حركة المرور، تسهيل الحركة بروابط بين وسط المدينة والمناطق الجنوبية، تمديد الكورنيش الموجود نحو الجنوب، تقوية الطريق المحاذي للواد، إنشاء قنطرة جديدة على وادي الدكوس سربيتو وادي الدكوس بشاطئ الرمل، تهيئة أربع منطقة طرق على الطريق الوطني. هذه خرائط لحركة المرور والنقل. الإجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها، يجب تهيئة سهل اللوكوس، وتحسين وتعزيز الواجهة الأطلسية، والتجديد الحضري لوسط المدينة، وإدماج المحطة السياحية إكسوس بمدينة العرائش، وحماية المدار السقوي، وتقوية المراكز المجاورة للساحل والعوامة. هذا التصميم الخاص بمدينة العرائش. مشروع تهيئة الواجهة الأطلسية. مشروع الحضري لمجال مركز الساحل، مشروع الحضري لمجال مركز العوامة والفسان. على هذا المستوى يجب العمل على إعادة هيكلة الدوام بالأحياء ناقصة التجهيز، والعمل على إعادة التسهيل والتجديد الحضري، وتوزيع المرافق العمومية على جميع الأحياء، وخلق واحد الطريق دائري في مدينة العرائش، بناء ملعب كبير ومستشفى إقليمي. ويجب العمل على توسيع الجامعة، وإحداث سوق الجملة ومجزرة ومحجز بلدي، واستكمال قاعات المغطاة ومركب الديني والثقافي، وكذا العمل على إعادة تأهيل المطرح العمومي القديم، والعمل على إنجاز مطرح عمومي جديد بين جماعتي يعني اللي كنتكلم عليه هو ديال ميسانا اللي فيه هو في طور الانجاز. درجات في المخطط اضافه للدمج للثلاثه ديال المجالات، هو انه يمكن في المستقبل، هذه وثيقه يعني توقعيه للمستقبل، شي راه كنهضروا غير في واحد الفيلم ريجي هذه واحد قبل 25 سنه، هذا راه ماشي واقع، هذا يعني الى حد ما واحد الخيال اللي كنأملوا انه يكون واقع، ولكن اذا ما كانش عندنا قوه في التوقع راه كنوصلوا للاشكالات. لا يعقل ما نحبوش بزاف. اما نديروا مثلا مشروع ديال خط السكه الحديد بين القصر والعريش، هذه ما كنظن ما الكلفه ديالها الماليه الى عطينا الناس اللي بغينا نتنقلوا نخلصوا وما نديروا شي سكه بين القصر والعريش، لانه لحد الان ما بقاش يعني كثرت يعني الخطوط ديال التنقل وتثنيه الطريق ما بين قصر العريش، فاحنا ما نعرفوش على شي حاجه اللي ما غاديرش اصلا، ما غاديش تكون.
هذا الجانب الاول. الجانب الثاني هو انه المشاريع التي تعرضت لها كامله هي استكمال المشاريع. استكمال المشاريع خصنا نكملوا سوق الجمله، خصنا نكملوا المحطه، خصنا نكملوا المركب الديري، خصنا نكملوا هذه، خصنا نكملوا نزيدوا نوسعوا هذه. يعني ما كاين حتى شي اضافه، ما كاين حتى شي ابداع نوعي. تسجلوا فقط دابا كنقولوا كنعرفوا تسجلوا فقط هو انه فعلا على مستوى كما شرق العرض ديال تكبير التنقلات كاين هناك اضافه، كاين واحد التصور باش يعني كنسهلوا المجال ديال التنقل. القضية الأخرى المتعلقة بالجانب البيئي، الجانب البيئي كاين إشارات كنظن، كاين إشارات ولكن كتبقى دائما إشارات يعني ضعيفة جدا. الإشارات الضعيفة كتمثل بأنه هذا المجال ديال ثلاث جامعات ما فيهش غير يعني النقط اللي تسمت في هذا العرض المناطق الرطبة، كيشير المناطق الرطبة، يعني المناطق الرطبة عندنا مدينة في هذا المجال، ولكن كاين الساحل، ملي كنتكلموا على الساحل، راه فعلا المؤهل الغني اللي عندنا في إقليم الهريش هو الساحل، ملي يقولوا الساحل هو الشاطئ، ملي يقولوا الشاطئ هو البحر. للأسف فالتصور التصور ديال هذا المخطط الى حد ما ما مشاش حتى مع العنوان ديالو، هو مخطط توجيهي لتهيئه يعني الشيما ديال الماناجمون ديال ليتورال ديال الساحل. يعني التعامل مع الساحل خصو يكون بواحد القوه في مثل ما يوجد على 50% من الحاجه اللي كاين تما. راه كاين غير كورنيش، راه كيبنوا كورنيش، كورنيش يعني راه كاين ما كورنيش، يعني غنشوفوا البحر، ولكن كيفاش غتعامل مع الشاطئ؟ راه عندي اشكال في التعامل. ولو بون يعني القدره اللي كانت ديجا مقترحه ما بين في المخطط ديال الازرق ديال البول ديال بورنيكسيس كانت واحد كما كنقول لك واحد القدره يعني لا الساحل خصها تعطيو القيمه ديالو كساحل كفضاء اللي تعرفت به التاريخ ديال المدينه وتعرفي التاريخ الاقليمي. راه التاريخ ديالنا حنا مرتبط بالبحر، يعني التواجد ديال قيمة الساحل خصها تكون قوية فيما يخص ما تقولش راه مستعمل الميناء، ولكن تيرا توسع هذا الميناء لا كيبقى ما لا علاش ما نحدو شي موانئ أخرى ترفيهية، موانئ أخرى يعني ديال الصيد البحري، موانئ أخرى منطقة ديال الهيضة هي تقريبا كنسجلوا 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 فيها هكا بنات العمر هاي حي البراك راه طيبنا حي البراك حي البراك حي البراك شكرا حي البراك الله يجزيكم بخير حي البراك السلام عليكم. ديال المخطط ديال النقل والتنقل داخل المدينة العريش عندنا مجموعة ديال التوجهات والتصورات اللي كنبين لها دابا غادي نخرجوها في واحد الإطار ديال واحد التصميم ديال التنقلات لمدينة العريش اللي مشأنو أن هذه في أوقات الذروة أن يخففنا من ذاك الازدحام اللي كتعرفو مدينة العريش وخاصة أوقات الصيف وأوقات اللي كتخرج فيها يعني الموظفين من المؤسسات اللي عندنا ديالهم. بالنسبة للجانب البيئي جاءت بعض المداخلات على أساس أن هناك لم يثير انتباه هذا المخطط التوجيهي للجانب البيئي، بالعكس هناك يعني جاء مخطط بمحطة المياه العادمة إنشاء ديالها في مدينة العريش، هناك العمل على إزالة هذا المطرح اللي هو خالي وتعويضه. هذا جاء واحد الدراسة ديال المخطط الأخضر التعميري ديال الوكالة القضائية ديال داكسنا وهمنا بالمصادقة عليه وعطانا مجموعة ديال التوجهات كيفاش غادي نقوموا بالتجهيز ديال هذه المناطق الخضراء داخل مدينة العرائش. يعني عندنا واحد التصور أوبارال يعني هذه الدراسة هذه كتعطينا أفكار اللي يمكننا نخرج عليها مجموعة ديال الدراسات وننجزوها عبر يعني واحد المدة زمنية معينة بواحد التكلفة مالية معينة. هناك إشكالية اللي طرق لها الإخوان بعض الإخوان ديال الميناء الترفيهي، بالفعل الميناء الترفيهي كنا عندنا حنايا هذا يعني كان حلم حنا أن يكون عندنا ميناء ترفيهي داخل مدينة العريش، ولكن مع الأسف هناك واحد المخطط الوطني للموانئ اللي عنده مدة ديال 30 سنة ما قبلناش أن نديرو هنا بمدينة العريش مخطط يعني ميناء ترفيهي، كنا نديرو غير جزء من هذا الميناء نديرو ميناء ترفيهي باش نجذبو السياحة. ما قبلوش يعني غادي ندير واحد المنطقه اللي هي ميناء ترفيهي وغادي تغلو فيها 25 سنه وما يمكنش تصغر لها.
يعني احنا ما كانش عندنا القبول من طرف الجهه المعنيه، يعني هنا كان نظام عليكم نحاولوه من داك المنطقه هذيك وخرجنا من يعني من بين المشاريع اللي هي عندنا داخل. بالنسبه لتهيئه المجموعه ديال المساكن اللي كتعرفها هنايا ديال دور الصفيع والمشاكل هذه، الحمد لله كاين عقده المدينه اللي كتنص على اساس اننا ان شاء الله في غضون يعني السنوات القليله القادمه خصنا نخرجوا من هذه الاشكاليه ديال مدن الصفيع. مدن الصفيع حنا كنعملوا يعني في اجتماعات يعني ماراثونيه مع الاخوان، سواء اننا غادي ندخلوه في البوليو با كاين اشكالات اننا غادي نحاول الاخوان نخليهم انسيت يعني باش نعاودوا شي تكون البنوات يعني داخل هذه المنطقه. عندنا مجموعه ديال الاقتراحات وعندنا مجموعه ديال البرامج، ومؤخرا يعني بين النقط اللي عندنا هنا اليوم هي الجدوله ديال اتفاقيه الشراكه مع الاخوان ديال العمران، على اساس ان عندنا محسحس وجنان بيطاوه وجنان كاستيل، عندنا داخلين ضمن واحد وجنان بشار مغربي بالضبط، عندنا داخلين ضمن واحد الاتفاقيه اللي غادي نحلوا بها الاشكاليه ديال هذه المناطق. وعندنا تجزئه المنار 4 اللي دخل دمجناها في التصميمات ديال السياحه، لدينا مجموعه ديال الدراسات اعتمدناهم في هذه الدراسه هذه، ما كاينش شي حاجه خلينا اكونتي لان اي وثيقه اي حاجه كتهم الجماعه الا اننا يعني دخلنا فيها يعني تعمقنا فيها ودمجنا يعني ذاك لوجي يعني كومون ديريش يعني هذاك من نتوج مراحل ديالها دخلنا ضمن هذه الدراسه. هذا ما كيعنيش اننا هذه الدراسه راه متكامله لحد الان 100%، هذه الدوره هذه هي بمثابه يعني واحد الفرصه اللي الاخوان عطاونا الاقتراحات ديالهم ندمجوها حتى هي داخل هذا، لان هذا الشيء لمن الا ما كانش هذه الاقتراحات نابعه مع الاخوان في الجماعات لمن غادي نعطيو؟ غادي نعطيو الجماعات يعني حتى الاقتراحات خاصها تنباط مع الجماعات وندمجوها في هذا يعني في هذا التقرير والمحضر ديال الدوره، ونديروا عليها جلسات عمل مع الاخوان في الجماعه ونحاولوا ندمجوا الماكسيموم ديالها. واذا ما كان الكل ديالها اننا ندخلوا لان ملي تنقولوا الكل معنا حنا غادي ندافعوا عليها بالنسبه لي مع المنظومه المحليه، غنحاول ندافع على الاقتراحات ديالكم. حنا مستعدين وفاتحين اذا كانت اي اقتراح مش انه انها يرفع من الجاذبيه ديال هذه المنطقه. اهلا وسهلا وشكرا.